السلام عليكم، تحياتي لكم من حدا اكديتال مكناس. غادي نتجو ان شاء الله تعالى حدا الملعب الشرفي. غندوزو دابا حدا الطاكسيات ديال ويسلان سبع عيون اللي كيتواجدوا حدا نادي التعليم فرع ديال الحمريه. وعلى اليسر هذه المحطة ديال الطاكسيات اللي كتدي ويسلان سبع عيون وما إلى ذلك. هنا البلاصة معروفة بإقامة المدينة، هي هذه اللي قدامنا. الطوبيسات ديال النقل الحضاري خاص تكون شي عملية ديال التجديد ديال الأسطول. الشي اللي كاين حاليا راه دون المستوى. شارع الجيش الملكي هنا، هاد الإشارة الضوئية اللي كاينة قدام لاستام خصهم ينقصوا لها من التوقيت ديالها لأنها كتعطل بزاف. فالأمر تيخلي يوقع واحد الاختناق مروري هنايا. هذا كيبقى حل مؤقت، وعلاش لا في مكناس يكونوا الممرات تحت ارضيه دوك لي تخيمي، انهم راه مهمين بزاف. البلايص اللي كيكونوا فيهم اختناقات مروريه وداكشي كينفسوا الطريق. الجو اليوم سبحان الله العظيم مشمش زوون بعد ديك الاجواء الغائمه، امطار الخير طلعت اللهم لك الحمد عليها. وما كما كتشوفوا دابا معنا الاشاره الضوئيه كتعطل هنايا هاد الفيروج هذا، ايوا تيولي السف طويل، تيولي واصل حتى تقريبا للرون بوان اللي قدام الطاكسيات ديال وزين السيما ويسلان. غادي نتجهوا ان شاء الله تعالى لحدا الملعب الشرفي، نشوف المحيط ديالو شنو تبدل فيه. علما بان الملعب الشرفي راه العمليه ديال التاهيل ديالو راه قطعت واحد الاشواط مهمه ان شاء الله تعالى. حنا غنمشيو ندوزو على داك الممر اللي تحت السكه، شارع جمال الدين افغاني. هادو الطاكسيات اللي كيديو لفاس توجدات، كاينين هنا حدا ستيام بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوهمش فين كاينين. حدا ستيام شارع الجيش الملكي، هذا هو الممر اللي تحت السكه. الممرات الوحيده اللي كاينين في مكناس تحت ارضيه جوج، كاينين تحت السكه، وحده هنا وحده في الطريق ديال بحال اللي غاديين الطريق اللي كتدي يعني الشارع الجيش الملكي كتخرج في شارع السعديين. لهذا خاص ضروري ان شاء الله تعالى يكونوا شي ممرات تحت ارضيه تكون طرقيه ماشي غير ديال السكه، تيعاونوا تيكونوا عندهم فائده كبيره. بلاص دارمية هادي
راس دار ساحة السلاح. هنا واحد الروغر حنا دايزين فوق منو خصهم يجيو يقدو مع النيفو د الأرض. الشارع السعدي اللي تا هو تيتسنى الدور ديالو هو قدامنا باش ان شاء الله تا هو يتم التأهيل ديالو بحول الله.